الصراحة من النوع اللي يفضل أنميات مصاصي الدماء بشكل كبير يعني، بس أكثر شيء يزعجني هاي الأيام هي الأنميات الجديدة المصاصي الدماء. قبل فترة بالإنستغرام لحيتوا علي قلتوا لي شوفي أنمي فانيتاس، واي اجتني عليه حاجي وقالوا الأنمي حلو ومرغوب. بأمس قررت أشوفها، قلت يلا خلينا نشوف ما دام إنه هواي ناس نصحوني بي والأنمي مشهور فإتس أوكي ما راح أخسر شيء. أنا رحت أتابع الحلقة الأولى، كان كل شيء طبيعي حلو وعجبني من البداية كشخصية، إنه الولدة تبقى مرة أزرق من السمائي معرف قرمزي. المهم بدت الحلقة الأولى وطلعت لذيك اللي ما تعرف وين الله حاطها. من بدأت الحلقة نهايتها هي بس الصيح بردانة، أما شخصية ذاك الأسمر عرفتها من جماعة بني الزحفان من أول موقف. ما أتشذب عليكم عجبتني الشخصية، صحيح إنه من بني الزحفان بس الشخصية عجبتني، وطبيعي يعني شخصيات بني الزحفان لازم تكون عندهم النسوان هواية. اللي صدمني أكثر هو شخصية البطل، طبعا أول ظهور كان انطباعي عنه إنه هو مريض نفسي حزين، بس ما أتشذب عليكم غسلت ايدي من شفت هذاك الصح لطبيب فاشل. طبعا قصة الانمي خريط وخرابيط، كملت الحلقة الاولى بصعوبة وقلت مستحيل اكمل الحلقة ثانية او اشوف دقيقة ثانية من هذا الانمي. فعريتكم تقنعوني انه انميات هذا الموسم حلوة حتى اقنعكم انه اي سيام احسن كاتب. طبعا انمياتهم الجديدة خرابيط مصفطة ما تدري من وين جايبينها. صراحة أنا أحس إن إحنا اشتقينا الأنميات مصاصي الدماء القدامة، الأوتاد والخشب والتوابيت وهذا السوالف. ومن أنميات المفضلة مع المصاصي الدماء مثل سيرة في النهاية وهيلسينج وكاسلفينيا، هو مو مصاصي دماء بس تقريبا نفس الشيء، لا بي مصاصي دماء ما أتذكر لأن صار لي فترة مش شايفته. فأنا أنصحكم إذا تردون تشوفون كاسلفينيا شوفوا بس الموسم الأول، لأن المواسم البقية مو حلوة ما أنصح بها أبد. وهذا الأنمي ترينيتي بلود مقرر أشوف ولما يصير عندي وقت فراغ وانطيكم رأيي بي اذا حبيته. طبعا انميات هذا الوقت صار كلش تعبانة، قصصها مستهلكة وسخيفة و يعني ما بها شغلات تجديدية. اشوف انه الاستوديوهات لو توفرنا اجزاء جديدة من انمياتنا القديمة احسن ما يشتغلون على قصص جديدة ما تعرف راسها من رجليها مثل سيرة في النهاية وغيرها. هسه جدوري انا انصحكم، طبعا هذا الفيلم من سنة 2000 يعني صار له 21 سنة، انا نفسي اقيم هذا الفيلم من احسن واحلى قصص مصاصة الدماء. طبعا ما راح احرق عليكم القصة بس انصحكم تشوفونه بدون تردد. القصة تحكي عن صياد مصاصي دماء وهو بالاصل مصاص دماء. طبعا انا انصحكم انه تدخلون الفيلم ولا تقرون القصة لأن بها حرق هواية، فدخلوا الفيلم وشوفوه بدون تردد. إذا تردون تشوفون أنميات مصاصي دماء شوفوا هيلسينج وكاسلفينيا اللي يحب الدموية طبعا، فهذه أفضل ترشيحات إليه. ولا تنسون تكتبوا لي بالتعليقات عن أحسن أنميات بال2021 شفتوها، عسى ولعل ألقى شي ناسب ذوقي.